كثير حسسني هيك احساس راحه، والله راحه ما بعرف انا هيك بحس ولا انت عزيزي المشاهد كمان هيك بتحس. عن جد انا عندي احساس فيها كثير مريحه كثير. الله يديم الامن والامان عليكم طبعا، وان شاء الله ما بتشوفوا شر. يا أديرة ما شاء الله يا ويلي، هذا المنظر أنا بعشقه. الملعب كمان إذا بدكم نعمل عن كرة القدم تقولي بالتعليقات، وشوف بالصومالي تقولي إذا في عندكم فيديوهات حلوة بعتولي. ربي يسعدكم. والله كثير بتعذب انا بلاقيت فيديوهات، تعالي انتم تبعتوا لي تريحوني. يا يو بدك هذا المنظر، انا عندي اياه كثير كثير بحبه. السمك 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 ان شاء الله يروع مقديشو ان شاء الله. الله الله ما اجمله، اللهم صل على النبي. المصور محترف محترف. شو هذا البرج هيك على الزاويه ما بعرفه، فندق يمكن تيل هيك شيء. ميناء اوه جيم يا ويلي. قرب قرب لهنيك، والله يا قرب السرعة الأخرى قرب على الحديقة. مول والله ما شاء الله في تطور. شلون عندكم الجو بمقديشو هلا حاليا، حر ولا برد؟ قولي بالتعليقات. ابوس كل شيء انا هيك منظر. ليلي 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 فرجينا مانجا، ما هيك مانجا ولا جوافه بتقولوا له ما بعرف. يا الله والله مزدهر مزدهر عن 2021 كثير كثير مزدهرة. اللهم صل على النبي. يا مطعم والله فيها كثير مناطق حلوة. هاي للسياحة رائعة طبعا يا جماعة. انا بشوف الفيديو مثل ما عيني شايفة، ايوه انه شوفه قبل ما اشوفه خلص ما احرم، انه شوفه قبل ما اشوفه معاكم. والله ما بشوف فيديو هذا ربي يسعدكم. هيك مناظر انا جوية كثير بحبها كثير. الأبنية ما في مناطق هيك أثرية كمان يفرجونا؟ انتوا إذا بتعرفوا اكتبوا لي بالتعليقات إذا في مناطق أثرية حلوة. أوتيل الله يا أول أوتيل ما شاء الله على البحر على البحر. إليت إليت أوتيل إليت أوتيل ما شاء الله. صراف أهلي انا بفتح بسكر لحالي. هاي تخرج الطلاب، عبال كل الطلاب يتخرجوا. والله يعني شوفي عندكم فيديوهات بعتولي بعتولي، انا بحب هيك بحب اشوف شيء جديد على الحياه. الله صورنا تصوير جوي ليلي الله يخليك. حب حب شوف المنظر
تشوف المدينة بالليل. قرب على الحديقة، مو هي نفس الحديقة اللي تلكن عليها؟ قرب عليها شو، فوت لك شوي هيك، مشي لك شوي حباب. يا بأحلالك شوي ألعى لعجنة بالبحر، أكيد ألعى. الله الله، فخار، التطور دائم، التطور قادم إلى الصومال أيها الشعب العظيم. تحية كبيرة لكم، إن شاء الله ما بتشوفوا أيام سودة. يا صحيح، في تعليق عن جد استفزني، انه انت عم تساوي عن الصومال مشان مشاهدات ولايكات واشتراكات وهيك. يا جماعة انا بيني وبينكم شيء، انا بيني وبين الشعب الصومالي شيء، حتى ساوي يعني انه شيء مصلحة، والله ما مصلحة، انا عم شوف شيء، بدي شوف شيء جديد على الحياة، يعني اتعرف على المناطق. غلطت شيء؟ كبرت؟ والله ما كبرت، يعني تعليقاتكم الرائعة والله العظيم كلها على راسي، ما عم لحق احط لكم غير قلوب. ربي يسعدكم. الله اللهم صل على النبي، ما احلاهم. شو هالمناطق يا دود، يا يا والله رائعة، زحمة كمان. شوف شو السيارات النوع اللي عندكم. ايه قرب حباب يبي، هدول عرفتوا هدول التيك توك الصغار. حلو حلو، التطور قادم مع بلكم قادم. والله هي رائعة ما شاء الله. يا بيي يا بيي، هي الصورة حق ألف ألف. هيك بحب أنا، أنا هيك بحب. آه والله مخديشه كبيرة كتير يعني، ولا مقسم الأجزاء ما فهمت أنا يعني على المزبوط، بس هي قلعة، أنا اللي فهمتها هي قلعة، ما هي؟ يعرف لي اسمك اللي بالتعليقات. قلتولي قلتولي عليه الفارس، قلتولي قلتولي عليه، والله نسيت اسمه، لا تواخذوني مشان الله، لا تواخذوني والله، قلتولي عليه. نسيت نسيت التعليق عن اسمه. عصير عصير، الله ما شاء الله، شو هذا؟ اقسم بالله شيء خيال خيال ما شاء الله. شو هذا الاحتفاليات؟ ما فهمت. يا صورنا ليلي صورتين ثلاثة، ليلي ليلي قبل ما تنهي الفيديو حبيبي. ولهون انتهى الفيديو، ربي يسعدكم، تحية كبيرة لكم، حبة قلب. ربي يسعدكم. طبعا اذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشتركوا القناة وشاركوا الفيديو مع 5 من رفقاتكم، اعطونا تعليقات قد ما فينكم. طبعا عن جد يعني 2021 اجمل من 2020 بصراحة بكتير، انا هيك شايف.